الشوط الرابع الذي كان مخصصا للقعدان العمانيات بهذا تنتهي أشواط الرموز، ولكن ما زال للإثارة حضور وموعد في هذا المساء. أشواطنا لهذه الأمسية يبلغ تعدادها 14 شوطا، تبقى 10 أشواط. يسرنا أيضا أن نقدم التهنية لكل الفائزين بالرموز، كما نذكرهم أيضا بدعوة اللجنة المنظمة لسباقات الهجن لهم بأن تتويجهم سيكون مباشرة بعد ختام هذا الشوط. فكل الأمنيات بالتوفيق للجميع في هذه الأشواط لهذه الأمسية. أما الآن يسرني أن أنقل الكلمة والميكروفون إلى الصوت القادم من ميدان الطائف، الزميل محمد الصواد العتيبي. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساءكم مشاهدينا متابعينا الكرام بكل خير وبركة. نرحب بكم من هنا من أرضية ميدان التحدي، من أرضية ميدان الشحانية، ضمن هذا المهرجان الذي يقام للمرة الأولى في هذا الميدان. هذا اليوم الأحد الموافق 23 من فبراير لعام 2014، نتابع انطلاقة أسبوعنا الثاني متابعينا الكرام، وهذا الأسبوع الذي خاص بالسن الكبار وتحديات سن الكبار. ننطلق في هذا اليوم في هذا المساء مع مساء الرموز، مساء المنافسة، مساء الفضة. نتابع متابعينا الكرام عبر الهواء في هذا النقل الحي والمباشر عبر قناة الريان الفضائية، نتابع هذه الانطلاقات ومجريات هذه الأشواط والتنافس الذي نتابعه ونشاهده من خلال هذه الشعارات. على بركة الله متابعينا الكرام، انطلق خامس الأشواط، خامس التحدي في هذا المساء المميز. ننطلق ونسير مباشرة هناك مع الصدارة، مع مقدمة الشوط، مع طلايب هنا لناصر بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري هنا على الصدارة على مقدمة الشوط. ولكن أتابع ثاني المراكز، راهية هنا قادمة لعبيد بن سالم بوظفيرة العامري هنا مع ثاني المراكز وثالث التحديات. الاسم القادم هنا الشاهينية راشد بن سعيد بن أحمد بن سيف الرميثي مع ثالث الانطلاق، مع ثالث التحدي. ولكن هناك من الجانب الآخر أتابع الأسماء، أتابع الاسم القادم هناك مع رابع المراكز، رابع المراكز هناك الاسم القادم، الاسم أيضا المتواجد مع رابع المراكز في هذه اللحظات. كفاية لسعيد بن هديبان المري هنا قادمة، قادمة مع رابع المراكز بشعار بن هديبان مع كفاية. وخامسا أتابع خامس المراكز، أتابع خامس النداء هنا، وأختتم النداء مع هملولة لمحمد بن سعيد الحميري. هكذا أتممنا متابعينا الكرام النداء الأول للخمس المراكز الأولى. ولكن أعود من حيث بدأنا هناك مع الإعصار الذي بدأ هنا مبكرا مع الصدارة مع مقدمة الشوط بشعار طلايب لناصر بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري. هنا من يقدم لنا طلايب على الصدارة ومقدمة هذا الشوط. ولكن أتابع راهية هناك من الجانب الآخر في الملازمة عبيد بن سالم بوظفيرة العامري هنا مع ثاني المراكز. ولكن القادمة الشاهينية هنا مع ثالث الانطلاق، مع ثالث التحدي، راشد بن سعيد بن أحمد بن سيف الرميثي هنا مع ثالث المراكز، من تنضم وتشكل لنا هذه الثلاثية على الصدارة. ولكن هناك القادم هناك شعار بن هديبان مع رابع المراكز مع كفاية سعيد بن هديبان المري، من يقدم لنا كفاية في هذا الانطلاق المميز. ولكن أتابع هنا سيوف سلطان بن نوار بن دخيل الله العتيبي هنا القادمة مع خامس المراكز، وأول نداء لسيوف هنا مع خامس الانطلاق. هنا أيضا انتصفنا المسافة والثلاثة كيلومترات
بدأنا بالعد التنازلي هناك مع الثلاثة كيلومترات المتبقية عن خط النهاية المتبقية عن ناموس هذا الشوط. ولكن الله 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 يا طلايب، طلايب الصدارة، طلايب الناموس، أنت مطالبة بالفوز والناموس كما هو أيضا طلايب هنا مع الصدارة بشعار ناصر بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري. ولكن أتابع أتابع الشاهينية هنا القادمة بشعار راشد بن سعيد بن أحمد بن سيف الرميسي، ولكن هناك بوظفيرة من الجانب الآخر القادم هناك مع راهية، مع راهية بأدائها وانطلاقها هناك مع ثالث المراكز عبيد بن سالم بوظفيرة العامري. هنا من يقدم لنا راهية في هذا الانطلاق، ولكن أتابع هنا سيوف القادمة، سيوف أيضا المتواجدة هنا الممثلة أيضا لميدان الشحانية مع رابع المراكز لسلطان بن نوار بدخل الله العتيبي هنا القادمة مع رابع المراكز وخامس المراكز. أتابع أتابع كفاية سعيد بن خديبان المري هناك خامسا يقدم كفاية، ولكن ولكن الصدارة الصدارة هنا تحمل تحمل لنا الإثارة، تحمل لنا هذا الانطلاق مع طلايب مع طلايب بشعار أيضا هنا بشعار الغربية بالإعصار الغربي القادم والمنطلق هنا في هذا المساء المميز. هنا أتابع أتابع اللحظات أتابع الانطلاق. الله 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 ناصر بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري هنا مع الصدارة مع مقدمة الشوط، ولكن بوظفيرة مع راهية هناك على ثاني المراكز عبيد بن سالم بوظفيرة العامري هنا قادم قادم مع ثاني المراكز مع راهية، ولكن ولكن أتابع أتابع الشاهينية راشد بن سعيد بن أحمد بن سيف الرميثي هنا قادم مع ثالث المراكز رابع المراكز هناك سيوف. الله 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 شد لي حيلك ركز يا سلطان يا بن نوار يا بن دخيل الله يا العتيبي، أنت هناك في الصدارة مع رابع المراكز مع سيوف وبن هديبان قادم هناك خامسا مع كفاية سعيد بن هديبان المري. ولكن أتابع أتابع الأسماء القادمة أتابع الشعارات التي بدأت بالظهور، ولكن دائما نذكر نذكر الجميع هنا في آخر محطاتنا في هذه الأشواط 1200 ما تفصلنا عن خط النهاية، ما تفصلنا عن الناموس، ولكن الله يا طلايب طلايب الصدارة طلايب الانطلاق هنا مع أيضا هذا الشعار مع هذا الانطلاق ناصر بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري. بدأ الهجوم بدأ الانطلاق بدأت الأسماء في الظهور الشاهينية الشاهينية القادمة هنا بشعار راشد بن سعيد بن أحمد بن سيف الرميسي القادم هنا مع الشاهينية، والاسم القادم هناك من الجانب الآخر راهية بشعار بوظفيرة هنا أيضا قادمة هناك عبيد بن سالم بوظفيرة العامري. ولكن أتابع الاسم القادم هنا الشبح هنا أيضا قادم سعيد بن سالم بن أحمد بن دري الفلاحي هنا أتابع، ولكن الاسم القادم أتابع هنا شقرة غانم بن منصور بن غانم آل سيف الخيارين هنا الأسماء هنا الانطلاق هنا التحدي. ولكن الله 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 يا الصدارة الله 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 طلايب 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 هنا مع الصدارة غادر الطلايب غادر الطلايب كعادتها دائما هنا في هذا الانطلاق المميز بشعار الإعصار الغربي. هنا أيضا من اكتسحت هذا الشوط الله الله طلايب الصدارة طلايب الناموس. أسعد الله مساكم يا أهالي الغربية هنا مع طلايب على هذا الفوز المستحق. تهانينا والناموس لناصر بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري على هذا الفوز المستحق والانفراد على الصدارة ثاني المراكز. كان الوصول من شقرة لغانم بن منصور بن غانم السيف الخيارين، وثالث المراكز كانت هناك الشاهينية لراشد بن سعيد بن أحمد بن سيف الرميثي، ورابع المراكز كفاية لسعيد بن هديبان المري، وخامس المراكز كان الوصول من الحذرة خليفة بصغير بن راشد المهيري. هكذا كانت النتيجة متابعينا مستمعينا الكرام للخمس المراكز الأولى طلايب من ذهبت بالفوز والناموس العائدة ملكيتها لناصر بن محمد بن زايد
بن خلفان المنصوري من قدمت أيضا هذا العرض المميز وأهدت الناموس لأهالي الغربية بدولة الإمارات العربية المتحدة. هذه طلايب وأيضا لحظات الإعادة ولحظات الفوز. هنا يتابع طلايب وساعة وصولها إلى خط النهاية 9 دقائق و15 ثانية و78 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لناصر بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري على هذا الفوز. ثاني المراكز كان الوصول من شقرة لغانم بن منصور بن غانم آل سيف الخيارين، قدمت أيضا عرض تشكر عليه 9 دقائق 18 ثانية 78 جزء من الثانية. وثالث المراكز كان الوصول من الشاهينية لراشد بن سعيد بن أحمد بن سيف الرميثي، توقيتها 9 دقائق 21 ثانية 42 جزء من الثانية. هكذا متابعين الكرام انقضى هذا الشوط. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. أيها الحفل الكريم، أيها المتابعون الأعزاء أينما كنتم،